بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اعزائي التلاميذ. اليوم غادي نتلاقاو في نديرو داله معرفه بتكامل اللي هو الموضوع يهم ثاني علوم رياضيه. عندنا مبرهنتين اساسيتين في هذا الجزء. المبرهنه الاولى مبرهنه واحد تقول بانه اذا كانت اف دالة متصلة على مجال اي و ا عدد من اي دالة عندنا جوج العناصر اللي خصهم يتوفروا عندنا. اذا كانت اف دالة متصلة على مجال اي و اي و ا ابارتين اي فان الدالة المعرفة على اي بما يلي في اكس تساوي تكامل من ا لاكس اف تي دي تي هي الداله الاصليه لاف على اي التي تنعدم في ا، اي ان في ا تساوي صفر ومهما يكون اكس من اي في فتحة لx تساوي f لx. ومن هنا يمكننا نستنتجو بأن هنا نزيدها لأن تستعمل في التمارين بزاف. إذن يا خارج الخاصية، إذن في متصلة وقابلة للاشتقاق على اي، فهي دالة أصلية وبالتالي فهي قابلة للاشتقاق، وإذا كانت قابلة للاشتقاق فهي متصلة. بالنسبة للبرهان فبما أن F متصلة على E و A ينتمي إلى E لدينا هنا ما احتاجيش الهدف الأول. إذن F تقبل دالة أصلية جي على اي، ولدينا جي مهما يكون اكس من اي، ونعلم ان ار عندنا تنتمي الى اي، جي اكس ناقص جي ا يساوي تكامل من ال اكس اف تي دي تي حسب التعريف ديال الدالة الأصلية وحسب التعريف ديال الدالة ديال التكامل. إذن وهذا هو دالة في لي إكس. إذن في لي إكس تساوي جي إكس ناقص جي أ، ومن في راها قابلة للاشتقاق على، لماذا؟ لأن جي قابلة للاشتقاق على إي. ربحا للوقت كتبت بالطريقة هذه، جي قابلة للاشتقاق على إي. ولدينا ومن مهما يكون اكس من اي في بريم لي اكس يساوي جي بريم ديال اكس. لماذا؟ لان جي بريم ديال ا تساوي صفر، ا ثابته، دونك جي ا كامل راه ثابته. اذن هذه جي راه داله اصليه، جي داله اصليه ديال اف على اي. اذن في بريم لي اكس يساوي اف اكس، تنحصلوا على النتيجه. ثم لدينا في ديال ا هو جي ديال ا موان جي ديال ا تيغ اكزومبل، ولا يمكن لي نشوفها بطريقه اخرى. في ديال ا راه هي تكامل من ا ل ا ديال اف تي دي تي، و اف متصله ا ابارتي، يعني ا عندنا تنتمي لاي و اف متصله على اي. اذا هذا راه تيساوي ليا صفر. نعم، اذا نديرو تطبيق واحد نعتبر الدالة H المعرفة على المجال صفر زائد ما لا نهاية بما يلي.
اش اكس تساوي تكامل من واحد ل اكس تي على تي دي تي. اولا تحقق من ان اش متصله وقابله للاشتقاق على مجال صفر واحد. ثانيا ثم حدد اش بريم على اي على يعني المجال على صفر زائد ما لا نهايه واعطي تغيرات اش كذلك على نفس المجال. السؤال الثاني حدد جدول إشارة اش على المجال صفر زائد ما لا نهاية. السؤال الثالث احسب ليميت واحد على اكس ناقص واحد اف تي دي تي عندما يلو اكس الى واحد. اذا هذو هما اسئله اللي تيكون فيها غالبا تطبيق ديال هذا النوع من المبرهنات. اذا غادي يحتاجوا شرطين باش شفنا هنايا بانه الا كان عندي اف داله متصله على اي و ا تنتمي الى اي فالداله في اللي معرفه بهذا الشكل هذا فهي متصله وقابله للاشتقاق على اي. دونك يكفي باش نتحقق بان الداله اف متصله على المجال صفر زائد ما لا نهايه وعندنا العدد واحد هذا هو ا العدد واحد هنا واحد ينتمي الى اي وهذه الداله تكون متصله على الحل. لدينا اش لي اكس تساوي التكامل من ال اكس نضع اف تي دي تي حيث نضع اف تي اف تي باش نبينو اف تي هي تي على تي. دونك باش تبان لي الشكل ديال المبرهنه تبان لي مزيان. اذا لدينا اولا اف متصله على المجال صفر زائد ما لا نهايه وواحد ينتمي الى صفر زائد ما لا نهايه وبالتالي الداله تكامل من واحد الاكس ديال اف تي دي تي اللي هي اش لي اكس حسب المبرهنه الداله اش قابله للاشتقاق على صفر زائد ما لا نهايه ومنه متصله على المجال نفس المجال على صفر. ولدينا لكل اكس من المجال صفر زائد ما لا نهايه اش فتحه اكس تساوي لنا اف لي اكس اللي هي او اكس سير اكس. اش فتحه اكس تساوي اف لي اكس وليس اف لي تي لان تي هي فقط تنسميه متغير صامت خاص بالتكامل. ها هو المتغير اللي تنقوموا عليه بالتكامل. بون مهما يكون اكس افريكس وهذا الصيغه ديال او اكس سير اكس نعلم ان الداله الاسيه فهي موجبه قطعا او اكس ينتمي الى صفر زائد ما لا نهايه يعني بان هذه الصيغه راها موجبه وبالتالي اش تزايديه قطعا على المجال صفر زائد ما لا نهايه اش تزايديه على قطعا عن المجال صفر زائد ما لا نهايه. نشوفوا السؤال الاخر. ثانيا حدد جدول اشاره اش على اشاره يعني تنقلبوا على فين اش موجبه وفين سالبه. الى بغينا نشوفوا كيفاش غادي نفكر غادي نشوف عندنا بعد التغيرات دونك ديالنا التغيرات غادي ناخذ هنا اكس
صفر غير معرفة زائد ما لا نهاية. هنا اش لي اكس دالش لنا بانها تزايديه. دونك يكفي باش نقلب على واحد العدد اللي فيه غادي تنعدم اش. لحقاش اذا كان مثلا واحد العدد اعطاني الصفر في الاش فهذا تعني بانه في هذا الجزء غادي تكون سالبه وفي هذا الجزء اش غادي تكون موجبه. ها اذا هذا هو اللي غادي خصنا. مي هاد اش كيفاش كيدير التعريف ديالها؟ راه هي اش لي اكس هي واحد اكس اف تي دي تي. اذا كانت اف متصله فهذا يعني بان هذه هي الداله الاصليه التي تنعدم في واحد. تنعدم في واحد هو علاش تنقلبوا؟ يعني غادي يكون عندي هنا واحد تكامل من واحد لواحد ديال اف تي دي تي اف متصله راه هو صفر. اذا كيفاش غادي نكتب هذا الجواب؟ هذا عندنا غادي نبداو بالمعطى الاول واحد واخا راه بديهيه نكتبوها واحد ينتمي الى صفر ما لا نهايه و اف تي تقال او تي سير تي متصله على صفر زائد ما لا نهايه وتزايدية قطعا. دونك اذا اش قلنا ديال واحد راه هي صفر ولدينا بحال لي الوقت ولدينا هنا اكس اش اكس نعاودو الجدول اش اكس عندنا الصفر ما معرفاش فيه زائد ما لا نهايه الواحد عندنا فيه صفر ثم الداله فهي تزايديه. اذا تزايديه هنا غنديرو اوتوماتيكمون اشاره اش داله تزايديه. اذا داله تزايديه هنا غادي تنعدم يعني انها كانت سالبه. هنا عندي الصفر هنا ناقص هنا زائد وبالتالي يمكن لكم تكتبوا تكملوا التحرير اش سالبه على المجال صفر واحد وموجبه على المجال واحد زائد ما لا نهايه. ندوزو للسؤال الاخير في التمرين اللي هو تطبيق من التطبيقات ديال هذا النوع من الدوال وهو حساب بعد النهايات. حساب بعد النهايات ثالثا لنحسب ليميت ديال واحد على اكس ناقص واحد تكامل من واحد اكس ناخذ هذيك التينيت اف تي دي تي. نعم عندما يؤول اكس الى واحد لدينا واحد نخدمو على الصيغه في الاول من بعد كنا نقلبوا على السؤال اللي بغينا. هذه هي واحد على كما تلاحظوا هي واحد على اكس في اش لي اكس. نعم دونك في اش لي اكس تساوي اش لي اكس على اكس ناقص واحد اللي يمكن لي نكتبها على شكل اش لي اكس ناقص اش لي واحد على اكس ناقص واحد. اذا ليميت ديال واحد على اكس ناقص واحد تكامل من واحد لاكس اف تي دي تي عندما يؤول اكس الى واحد تساوي تساوي ليميت عندما يؤول اكس الى واحد واحد على اكس ناقص واحد تساوي ليميت ديال معدل التغير اللي تنشوفو قدامنا. ها ولكن اش اش غنعرفو عليها؟ اش فهي داله قابله للاشتقاق في صفر زائد ما لا نهايه وبالتالي فهي قابله للاشتقاق في واحد. اذا هذا تساوي لي هنا اش بريم ديال واحد اللي هو اف ديال واحد تساوي أه أس واحد على واحد يعني أه. دونك هذا التطبيق الثاني يعني يمكن لي نطبق هذا المبرهنة في حساب بعد النهاية. المبرهنة الأساسية الثانية غادي نديروها دابا. مبرهنة جوج غادي نحتاجو فيها
لثلاث شروط. إذا كان ثلاثة F دالة متصلة على مجال A. جوج A عدد من A. ثلاثة نحتاج إلى U دالة قابلة للاشتقاق على مجال جي بحيث إلي جي ضمن إي. هاد إلي جي ضمن إي، إلي جي ضمن إي تتعني بأنه مهما يكون إكس ينتمي إلى جي فإن إلي إكس ينتمي إلى إي. هذا هو المعنى ديال هذا. إذا كانوا عندي هاد الشروط بثلاثة فإن الدالة سميها اش المعرفة، ماشي نفس الاش اون سميوها جروند اف، المعرفة على جي بما يلي مهما يكون اكس من جي اش اكس تساوي تكامل من ا لإلي اكس اف تي دي تي. هاد الدالة هي فإن الدالة قابلة للاشتقاق وبالتالي فهي متصلة قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على جي. ولدينا مهما يكون إكس من جي أش إكس فتحة تساوي إي فتحة إكس أف إي لي اكس. دونك هنا يفو فير اتونسيون، عندنا ثلاثة هاد الشروط، عندنا الأولى اف متصلة على المجال اي، ا تنتمي إلى اي، ولكن الشرط الثالث تيدخل واحد المجال آخر، تيدخل واحد المجال جي، وتحقق ليا الشرط اي جي ضمن اي، اللي تيعني بأنه مهما يكون اكس من جي، اي لي اكس ينتمي إلى اي. بالنسبة للبرهان إشارات، نعطيكم إشارات. عندنا F F متصلة على E، إذن F متصلة على E و A ينتمي إلى E. الشرطين بجوج تعطوني بأنه الدالة نسميها G، G اللي شلنا قبيلة هي G لانتغرال من A ل Y F T D T، راه هي الدالة الأصلية لـ F على المجال E. وبما أنه مهما يكون X من G E لـ X ينتمي إلى E، يمكن لي هذا الـ E لـ X هذا الـ Y نعوضه بـ E لـ X. بما أنه يمكن لي نعوض هذاك كما غادي نشوفوا هنا، دونك الى عوضنا في هذه الصيغه هذه يعني حسبت جي ديال ماشي ايغريك ولكن جي حسبت بجي ديال اي لي اكس، عندي الحق نكتب هذه الكتابه لان انا متاكد من اي لي اكس ينتمي الى اي، وهذا هو علاش احتاجينا هذا الشرط هذا. اي لي اكس ايتيغال لانتيغرال من ا لاي لي اكس اف تي دي تي. وهذا شنو هو؟ هذا هو بالضبط اللي سميناه اش لي اكس. اذا اش لي اكس تساوي لي جي ديال اي لي اكس، يمكن لي نكتبه هو جي رو اي لي اكس لكل اكس من جي. ولدينا اي قابله للانشقاق على جي و اي لي جي ضمن اي و جي قابل للاشتقاق على اي. اذن فالمركب اللي هو جي رون اي قابله للاشتقاق على بيسير على جي الاولى. ولدينا مهما يكون اكس من جي اش بريم قابل اي اش قابل للاشتقاق، فان اش هي هذه اش بريم ديال اكس تساوي لي جي رون اي فتحه
ديال x تساوي افتحة ديال x جي افتحة ديال u لي x ها تساوي افتحة ديال x. جي هي الدالة الأصلية ديال f، إذا الشقاق ديالها هو f ديال u لي x. وهكذا سنكون بينا بأن h راه قابلة للشقاق. إذا ندير واحد التطبيق مباشرة، تطبيق نختموا به الحصة إن شاء الله. تطبيق جوج، دونك نعتبر الدالة نسميها اش اف المعرفة على المجال صفر بي بما يلي اف اكس تساوي تكامل من الصفر الكوس اكس الجذر ديال الواحد ناقص تي مربع دي تي. تن هنايا خديت الكوس هنايا باش نفرق المجالات، باش ما كون ندير اكس جوج اكس فغالبا ما تيبقى عندنا نفس المجال. نحاولوا نبينوا نطبقوا الخاصيه تما. اذا السؤال الاول مثلا بين ان الداله التي تربط كل واحد ناقص تي كاري سميوها كا تي راه متصله على المجال ناقص واحد واحد. ثانيا بين ان اف قابله للشقاق على المجال صفر بي، ثم حدد افتحه، ثم حدد افتحه داله افتحه على المجال صفر بي. نكتفي بهذا، يمكننا نعاود نديروا الاشارات من بعد. بالنسبه للحل، فبالنسبه للداله فالسؤال بسيط، راه هو تمهيدي باش نبينوا بان الداله اللي وسط التكامل فهي متصله. لدينا داله واحد تكاري التي تربط كل تي بواحد تكاري، هي داله متصله وموجبه على المجال ناقص ني جسد ناقص واحد واحد. راه يمكن لك دير مجموعه التعريف ديال هذه، غادي تلقى ناقص واحد واحد. وعندنا الشروط ديال الاتصال هي هذه، الداله خاصها تكون متصله وموجبه لان غادي تكون تحت الجذر. داله متصله وموجبه على، اذا الداله التي تربط كل تي سميناها ك، سميناها ك ك تي بالجذر ديال واحد ناقص تي كاري، فهي اذا الداله هذه متصله كذلك على المجال ناقص واحد واحد. اوكي، حنا لقينا دابا الاتصال، ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني طلبناه هو الشروط، ثلاثة الشروط غادي نحاولوا اننا نلقاوهم. شروط بالنسبة للسؤال الثاني، دونك لدينا أولا دالة ك متصلة على المجال ناقص واحد، هذا الأول. الثاني صفر ينتمي إلى ناقص واحد واحد. الشرط الثالث هو الدالة التي تربط كل إكس ب كوس إكس. دونك الدالة التي تربط كل x بكوس x فهي قابلة للاشتقاق، اتونسيون، قابلة للاشتقاق، قابلة للاشتقاق على المجال صفر بي. ولدينا مهما يكون x من المجال صفر بي كوس اكس ينتمي الى ناقص واحد واحد. هذا هو اللي رمزنا ليه قبيله بي لي اي ضمن الجي. اذا هذا هو الشرط الثالث، داله قابله للانشقاق و اي لي اي ضمن و اي لي جي ضمن اي، و اي لي جي ضمن اي مهما يكون اكس من
فكوس اكس ينتمي الى صفر. اذن الداله اللي سميناها اف قابله للاشتقاق على صفر بي، ولدينا مهما يكون اكس من صفر بي اف بريم اكس تساوي الشقاق ديال الكوس ثم اف فونكسيون اف عندي هي هذه الجذر ديال ناقص كوس مربع على اكس. الشقاق ديال اكس هي ناقص ديال الشقاق ديال كوس اكس هي ناقص سين اكس، الجذر ديال سينيس مربع ديال اكس تساوي ناقص سينيس اكس. في هنا يجب الاحتياط، راه ماشي سينيس اكس وانما القيمه المطلقه ديال اكس، لان كما قلنا الجذر مربع ديال ا راه هو القيمه ديال ا وليس ا، ولكن عندنا حنايا هي ناقص سينيس اكس مربع. لماذا؟ لان سينيس اكس راه موجب على المجال صفر بي، ما يكون اكس صفر بي، فإلا خدينا الدائره عندنا من صفر بي فسينيس دائما هنا موجب، وبالتالي ف اف بريم ديال اكس هي ناقص سينيس اكس مربع، يعني ان اف تناقصيه على المجال صفر بي. وبهذا نكونوا انهينا الحصه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.